وللحديث عن تعمق أزمة الجفاف في العراق وتأثيراتها على الأمن المائي والغذائي، معنا من ستوكهولم الأكاديمي المختص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا أخي، حياكم الله دكتور. تقارير تتحدث عن نفوق ملايين الأسماك في محافظة ميسان، يعني ما مدى خطورة أزمة الجفاف على حياة الأحياء المائية والثروة السمكية في العراق التي كانت تغطي مساحات واسعة في جنوب؟ قبل أن أجاوب على سؤالك، أولا كل عام وأنت والمشاهدين بخير وصحة وعافية إن شاء الله. وحضرتكم بخير. أنا أشكركم على الاستضافة واهتمام قناتكم بهذا الملف الخطير الحرج اللي يؤثر على مستقبل وأمن البلد. نعم. بالنسبة إلى الثروة السمكية، طبعا هي تأثرت كأي شيء آخر، يعني الثروة الحيوانية بصورة عامة حسب تقارير المنظمات الدولية انخفضت بحدود 70%. واني سبق ان نطيت مثال على هذا، قلنا مثلا جاموس، العراق كان يملك تقريبا 1,200,000 راس جاموس. نعم. حاليا اقل من 200,000. هذا الشيء بالنسبه للثروه السمكيه، وهذه الظاهره الاخيره اللي ظهرت حاليا في المجر سببها طبعا معروف، شحه المياه وتردي نوعيه المياه، لانه نوعية المياه بعد بغداد نسبة الملوحة والتلوث بها عالية جدا. نعم. بالنسبة لدجلة، فهذه السبب، يعني شحة المياه وتردي نوعية المياه هي السبب الرئيسي في هذه المشكلة. طيب، هنا أيضا تراجع كميات المياه لم يكن مفاجئا للسلطات الحكومية. على مدى شهور كان هناك تحذير من نقصان الإمدادات المائية في هذا الفصل، لماذا لم تكن هناك خطة واضحة ومدروسة ومحكمة من قبل السلطات الحكومية من أجل تأمين كميات من المياه؟ المشكلة الكبرى أنه إحنا نسمع كلام لطيف جدا حول هذا الموضوع من السادة المسؤولين، لكن مع الأسف على أرض الواقع ماكو أي تنفيذ. والحلول أنا سبق أن ذكرت كلها آنية، يعني مجرد إرضاء وقتي وحل مشكلة آنية بدون نظر إلى التوابع المستقبلية. فلذلك كل الحلول اللي قدموها هي حلول فاشلة وآنية فقط وما بها بعد استراتيجي إطلاقا. نعم. وهذا واضح، لأنه اللي استلموا ملف هذا المياه هم أولا غير مختصين في هذا الموضوع، والوزارة واحدها ما تقدر تسوي شيء إذا ما أكو خطة استراتيجية تتعامل مع المشاكل الموجودة حاليا والمتوقعة مستقبليا. وأنا سبق أن ذكرت على قناتكم الكريمة أنه مثل هذه الاستراتيجية يجب أن تكون طويلة الأمد، على الأقل 30 سنة، وتنفذ بغض النظر عن الوزير اللي يستلم الوزارة أو الكتلة السياسية. لكن احنا الاستراتيجية المعمول بها حاليا مع الأسف أنه كل وزير يجي، ولو معظمهم أصلا مختصاصهم هندسة مياه، كل الاستراتيجية هو الوزير الجديد يفلش كل اللي سواه الوزير قبله ويبدأ من جديد. هاي الاستراتيجية اللي معمول بها حاليا مع طيب الأسف. هنا دكتور أيضا نناقش ربما نفوق كميات كبيرة من الأسماك، التصحر، وكذلك الثروة الحيوانية الموجودة في الأهوار، ولكن الخطر الأكبر أنه ليس فقط هذه الثروة مهددة، ولكن العراق ككل مهدد كوجود هذا البلد. يعني المساحات في الجنوب اليوم إذا نزحت كل الأهالي وكل القرى وكل المناطق، إذا خليت من سكانها بسبب يعني جفاف المياه، بالتالي صحيح. مهدد الوجود وليس الثروات فقط. صحيح، كلامك صحيح جدا، وهذا الشيء احنا سبق ان ذكرناه نقلا عن تقارير من منظمات مختلفه مثل الاي او ام اللي هي منظمه الهجره التابعه للامم المتحده، وغيرها اليونيسيف وغيرها. الاف الفلاحين تركوا اراضيهم واتجهوا الى المدن نتيجه شحه المياه وتردي نوعيتها. طبعا هذا راح يسبب
مشاكل كبيرة جدا، يعني تؤدي إلى مستقبل مظلم مع الأسف للبلد، لأنه المشاكل راح تكون اجتماعية وأمنية واقتصادية، إضافة إلى المشاكل الصحية. لكن مع الأسف أنتم ذكرتوا بتقاريركم أنه الظاهر أكو من هو منتفع من هذه الأزمة، فلذلك ما أكو حل جدي حول هذا الموضوع. طيب، هل ترى دكتور أن تقليل الإطلاقات المائية من السدود المحلية هو الحل؟ لأن يعني هناك الكثير من النداءات توجه لإنقاذ الأهوار، ولا سيما حاليا هور الأحويزة في ميسان. ماذا يعني فقدان هذه المسطحات المائية، وهل ربما لها تأثير على آبار النفط التي تكون تحتها؟ بالحقيقة شوف، مشكلة الأهوار كانت تغطي حوالي 20,000 كيلومتر مربع. نعم، احنا اذا نتكلم عن اعاده الاهوار في الوضع الحالي هذا حلم. ليش؟ لانه نحتاج الى 12 بليون متر مكعب حتى نعيدها الى ما كانت عليه، نعم، اضافه الى بحدود 4 بليون متر مكعب حتى نتغلب على المياه المتبخره سنويا من منطقه الاهوار، لانه معدل التبخر حسب سلطات الناصريه تقريبا 75 متر مكعب بالثانية بواسطة التبخر. بالنسبة لهور الحويزة، هور الحويزة قسم من المياه تجي من إيران. طبعا إيران قطعت هذه الروافد اللي تجي إلى الحويزة، فلذلك يعني إعادة الأهوار هذا شيء لا يمكن تحقيقه أولا. نعم. بالنسبة إلى الإطلاقات المائية من السدود، هو اصلا انا اللي اعرفه قبل شهر من كنت ببغداد، الخزين المائي كل السدود بحدود 15 بليون متر مكعب، وهذا يعني ما يكفي اطلاقا لفتره الصيف، وانا متاكد الان هذا الرقم هواي اقل من اللي ذكرته. فلذلك السدود الحاليه اصلا هي يعني الخزين الموجود بها غير كافي اطلاقا، لانه الايرادات اللي تجي من تركيا وايران قليلة جدا. وأبسط شيء أعطيك مثال، يعني قبل بالسبعينات مثلا تصريف شط العرب كان أكثر من 900 متر مكعب بالثانية، حاليا أقل من 45 متر مكعب بالثانية. فقارن بين الرقمين وشوف تأثير المشاريع الإروائية اللي تصير بإيران وتركيا على العراق. ولكن إيران ترفض التعامل مع العراق وإيجاد يعني حلول وسط لقضية المياه العابرة للحدود، رغم أنها تدعي أنها تدعم العراق. هذا حكي، بس تدعم العراق بإيش تدعمه؟ أهم شيء هو المياه، هو المياه أساس الحياة. يعني أنا سامع من أحد الوزراء للموارد المائية أنه في وفد إلى إيران، وعلى أساس أنه يناقشون مشكلة المياه، رئيس الوزراء قال لا تفتح هذا الموضوع لأنه ما يقبلون يناقشوه إطلاقا. هذا الموقف الإيراني، وأنت من تبوع يعني السياسة الإيرانية في هذا المجال عجيبة غريبة. قبل شهر أو شهر ونص مشكلة كبرى صارت بين إيران وأفغانستان، لأنه أفغانستان نعم، حاولت أنه تستغل مياه أحد الأنهار نعم، المشتركة بين إيران، لكن هي من تقطع 40 تقريبا رافد عن العراق، أهمها الكارون وسيروان والكرخة، مو مشكلة ولا يهتز لها جفن، لكن إذا أفغانستان شوية قطعت عنهم مي تقوم القيامة. فيعني تعامل غير صحيح مع الأسف. المشكلة ليس في إيران بل بالسياسيين الذين لا يطالبون بحقوق العراق. طيب، هنا ما هي الحلول المقترحة حاليا إذا كانت إيران دولة المنبع تمنع دخول المياه عبر الحدود، والخزانات والحدود في العراق ليس عليها تحديث وليس عليها صيانة، ولا يتم حتى الاستفادة من موسم الأمطار السابق، ما هي الحلول من وجهة نظركم؟ أولا أنا قلت سابقا أيضا، اولا احنا اذا ننطي الملف الى شخص فاهم بالموضوع ويخلي مصلحه الوطن قبل مصلحته الشخصيه، هاي اول شيء، هذا اهم شيء. الشيء الثاني، ايران لازم نعرف شلون نتعامل وياها، سواء ايران او تركيا. اقتصاد ايران اصلا معتمد على العراق بصوره رئيسيه. نعم.
يعني احنا نستورد اكثر من 16 مليار دولار من البضائع من ايران سنويا، واحنا نعرف المحددات اللي فرضتها الولايات المتحده وحلفائها على ايران، نعم فاقتصادها معتمد بصوره رئيسيه على العراق. زائدا اكو عشرات من الشركات الايرانيه ذات تنفذ مشاريع ارباحها عجيبه غريبه خياليه في العراق. فاذا الاقتصاد ملف مهم جدا بالنسبه لايران، المفروض تستعمل الحكومه العراقيه. زائدا الملف الامني، فاحنا يعني قبل فتره قصيره سمعنا ايران ضربت مثلا مواقع في اربيل على اساس حركات مناوئه. نعم فالملف الامني والاقتصادي هذه الورقه اللي المفروض الحكومه العراقيه تستخدمها حتى تتفاوض وتحصل على الحصه المائيه المطلوبه من ايران. نعم من ستوكهولم الأكاديمي المختص في شؤون المياه دكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.